انا بالذهب ساديو ماني واسماعيل صار ونمبل سمندي وكل اللعيبه اللي موجوده في المنتخب السنغال، لكن تحديدا ماني واسماعيل صار. ازاي يتم ايقافهم هناك بقى؟ بيلعبوا بلدهم، متعودين على اجواء جماهيرهم، ازاي يتم التعامل معاه؟ ما انت في الكوره الحديثه ما فيش مان تو مان يا اسلام، ان انا لازم ابقى قريب منهم. ده كفريق كجماعي زي ما مستر كروش قال ان انا كنت بلعب بطريقه او الاداء الجماعي ده كان في تفوق، لكن انت النهارده رقم واحد زي ما قال فاروق لازم اكون الخطوط بتاعتي قريبه من بعضيها. حاجه تانية يبقى في الاحتفاظ بالكوره الاطول فتره ممكنه من الكوره من رجل لرجل. الحاجه الثانيه لازم افكر ان انا اجيب جول. انا كمنتخب مصر لازم افكر اجيب جول عشان احط الفرقه دي تحت ضغط. لا فرقه كويسه على ملعبها، ودي يمكن هتسبب لهم بعض التوتر. ان انت النهارده كمنتخب مصر النهارده زي ما كانوا ماسكين مستحوذين على الكوره وبيوصلوا للجول بدون فعاليه، لكن استحواذهم في نص الملعب هو ده كان مديهم الشكل. لكن انت النهارده بتتكلم على منتخب مصر، رقم واحد افكر فيه ان انا اجيب جول، وعندك اللي ممكن يجيب جول زي ما بقول الكابتن رضا او الكابتن فاروق. لا انت عندك ناس بتجيب، لكن انت محتاج بقى في الماتش ده حد زي مصطفى محمد، لكن بيلعب على السردباكين اللي ورا يا اسلام. لازم اضغط عليهم من بدري، لازم يكون عندي حد في نص الملعب بيمسك كوره، لازم يكون عندي سرعات زي زيزو زي تريزيجيه زي واحد زي ضغط مين ضغط على الاثنين مساكين. مصطفى محمد ضغط مش على الضغط يا كابتن، ما احنا قلنا بس انت بتقول لازم مصطفى محمد في الماتشات اللي بره. مصطفى محمد يبقى انت عشان الكرات الثابته، لا في الماتشات اللي بره انت محتاج حد في الماتشات اللي بره اللي هي في افريقيا يلعب بدماغه. انت عاوز صلاح بيمسك الكوره، صلاح بيتحرك، لكن انت في الحته دي هو ازاي يعني يقعد يفضل اللي هو دوره ان هو يزحلق الكوره يعني كابتن ولا ايه؟ مش بيزحلق ده ما خدش ولا كوره. لا انت بتتكلم، ما هو لازم ادوار يلعب النهارده لما يلعب مع اخر واحد ما لعبش ليه النهارده كده يا كابتن؟ ما احنا قلنا ما بيلعبش. ما انت لو حطيت صلاح زي ما كنا بنقول كده مع اخر واحد في السنغال هيستغل السرعه يعني انت وقت ما يستغل وهيكهرب وهتوفر كمان المجهود اللي هو البدن اللي بيعمله صلاح ناحيه الرايد، بيضيع ثلاث ارباع مجهوده في الحته الدفاعيه ويطلع تاني والحته الدفاعيه. انما لو لعب راس حربه يستغل لك في واحده تتعمل له سبريت. راس حربه هو محمد صلاح. امال انت بتتكلم يا كابتن؟ لا ماشي، بقول له ماشي. ايوه انت هو ده رايه كابتن. هو قال مصطفى محمد. طب مصطفى محمد النهارده انت شفت منه ايه عشان يلعب الماتش؟ مش شفت يا كابتن، هو الراجل واخد تعليمات زي ما احنا قلنا. انا مش فيش فيروي دي مش فيش تعليمات يا كابتن. هو مش في مدير فني بيكلمه ويوجهه ولا ما تنزلش؟ مدير فني هيقول له راس حربه بتاعه ارجع على 18 واعمل لي ثلاث. يبقى دي ما احنا بنقول للمدير الفني رؤيه ان هو بيقرا الملعب يا عم دي. يعني ما فيش حد لا شوقي ولا ضيا يقول له ارجع اعمل فاولات. لا مش انا ما بتكلمش وارجع لغايه هو اصلا ما يرجعش. طب هتجيب جون ازاي يعني يا كابتن اسلام؟ اصلا ما يرجعش. بس انت شايف ان هو ليه دور؟ لا ليه دور في ماتش العوده. انا بتكلم ان دوره هيبقى في ماتش العوده ان بتضغط على السردبكات بتاع السنغال. كان ضغط النهارده. طيب يا كابتن ما جاتلوش كرات عرضيه يا كابتن. يا عم هو اصلا نازل لتحت يا اسلام هيضغط. طيب ما احنا قلنا وهو اصلا كان برضه من ضمن الحاجات اللي فرقه السنغال طول الاستحواذ بتاعها ان هو نازل لتحت والاثنين هما اللي بيلعبوه من ورا. ده مندي كان بيطلع لنص الملعب. نص الملعب فين؟ قبل نص الملعب كم مره ده انت اللي قايل لي؟ قايل لي بص الجون بيطلع فين وبيبص فين؟ لا انا بكلمك على الكرات الثابته. لا طبيعي ده على 18. طلع كم واحده ثابته النهارده؟ مين؟ مصطفى محمد من الكرات اللي علينا. ده ياسر ابراهيم وكان السوليه وكان حمدي فتحي وكان ربنا يعني. انت مش شايف ان هو هيبقى ليه دور في ماتش العوده؟ لا 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 خالص. دوره اللي يقوم بيه صلاح يخطف له جون ويريح زي كده. اصلا يا كابتن اللي انت بتلعب خارج ارضك يبقى الحمل دايما على الخط الدفاع وخط الوسط بس. وانت عايز بقى ان كمان واحد يخطف له جون. انا عندي واحد يبقى قدام لما الكره تجري يبقى محطه. طب انا هسالك سؤال، هو صلاح ماشي. بيقدر يقوم بالدور ده الدفاعي بالشكل اللي انت عايزه في ماتش؟ انا مش بتكلم على صلاح بره مصر. صلاح يا فاروق انت اسلام بيسالني انا استغل صلاح مع اخر واحد في ماتش زي ده واوقف الاثنين اللي هم السرد. ما هو مين اللي يعمل لك كره طايشه؟ اي كره لو مصطفى محمد يعني. انا واقف صلاح يخوف الاثنين دول ولا واقف مصطفى محمد يخوف الاثنين دول يا حبيبي؟ ماشي بس خطوره صلاح فين؟ لما بسرعاته
مش في الحته اللي هي الفروت، لكن انت محتاج صلاح حركه يمين وشمال، هو عايز يتحرك واطرح ما يتحرك. يعني ما انت هتخلونا نخرج ان شاء الله ليه يا كابتن؟ انا مش لا انا بتكلم، انا بتكلم لو جالك فرصه شغل وقالوا لك تشتغل مع الكابتن رضا مدير فني والكابتن محمد فاروق مدير كوره، شرف ليا، هتوافق ولا لا؟ مع مين؟ مع الكابتن تاري ولا هتخرج عن شغلك؟ فين مع الكابتن رضا والكابتن فاروق مدير كوره؟ يعني شغال مدير كوره مع فاروق ولا فاروق الشافعي؟ فاهم يا كابتن؟ هو انت خدت على الكابتن رضا مدير فني. الكابتن رضا مدير فني، انت هتبقى مدرب تمام، ورضا عبد العال مدير فني والكابتن فاروق مدير كوره، هتوافق؟ والكابتن اسلام لا لا انا مش متعمد. يعني طب ارد على اسلام اقول له لا اوافق طبعا. طب هو بتعترض عليهم ليه بقى؟ لا في حاجه لا اولو بيتنظر فيه. لا خلي بالك، ما هو انت لما يكون بقى جهاز، بس انا حاسس انك انت مش مقتنع لما قلت لك ان محمد فاروق يبقى مدير كوره، مش عايز تشتغل معاه. لا هو في الاداره كويس براحتك. لا 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 ده في الاداره وفي التحليل وحاجه ما شاء الله نمسك الخشبه. كابتن محمد فاروق برد عليه في كل راس حربه مميز. متبنين انت يا كابتن رضا؟ لا انا اكتشاف النهارده، احنا النهارده فرحتين، منتخب مصر ومحمد. انا كنت بلعب يا كابتن بيسبول ولا ايه؟ لا بس اصل الناس متعوده ان انت تقعد. لا مش كل اسلام. انا عايز اقول لك على حاجه، انما لما تتكلم في الكوره ده الجديد. أيوة مش ماشي. كل اللعيبه بيعرفوا يحللوا، ملهاش علاقه يعني. صح، فانت النهارده ولا كل المحللين بيعرفوا يحللوا. انت دايما مكتشف النجوم.